فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذا القول وهو أن الصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة؟ نعم، كل المسلمين الحمد لله أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في العقيدة، إنما يختلفون في المسائل الاجتهادية، والعقيدة ليس فيها اجتهاد، العقيدة توقيفية ليس فيها اجتهاد، فليست مجالا للاختلاف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.